ست ولايات من أقصى الشرق الجزائري استفادت من مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتسانيا الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يقوم على برمجة عمليات تنموية هامة كمكافحة البطالة في وسط الشباب. هي حال الشاب ربيع غندوف من منطقة ترعى بينان بولاية ميلا، الذي استفاد من مشروع اقتصادي لتربية الحلزون، مشروع إسقاطاته الاقتصادية والاجتماعية كانت كبيرة على حياة ربيع. ولاية ميلا من المناطق التي يكثر فيها انتشار الحلزونات البرية بأصنافها المتعددة، والتي تتواجد بالحقول ويتم تجميعها من طرف شباب المنطقة. مشروع الاتحاد الأوروبي باتسلنيا جاء لتدعيم مثل هذه النشاطات أيضا، كأن يرغب شباب المنطقة في الإقبال على هذا النوع من النشاطات عن طريق الاستفادة من القرض المصغر. مكتب منطقة ميلا هو واحد من الهيئات اللامركزية للمشروع، أنشئ سنة 2003، ويتعلق الأمر ببرنامج قطاعي لدعم التنمية المحلية يرتكز على المبادرة المحلية ومشاركة السكان. تنقلنا إلى منطقة ترعى بينان، حيث التقينا ربيع غندوف أحد المستفيدين والمولوعين بتربية الحلزون. كالإنسان بطال بطالة واحدة. اثنين، منطقة ناقصة النشاطات الاقتصادية، هكذا ما كانش ممارسات كبيرة هنا، كاينين غير النشاطات اللي هي معروفة. صافي ما هيش حاجة كبيرة. الحلزون هذه بلاده كما نقولوا، وإن كان فكرة جديدة خلقنا به نشاط إن شاء الله مليح، تحركت الحالة مليح. في هذه المساحة الفلاحية الصغيرة يحض ربيع هذا الصنف من القوقعيات البرية بعناية ورعاية فائقة. الدعم المالي كان بمثابة المحفز الرئيسي للإصرار على الاستمرار في خوض هذه التجربة. السيد ربيع غندوف اللي تحصل معنا على قرض بقيمة بسيطة بالنسبة لنا 6 مليون سنتيم، لكن بالنسبة ليه فتحت له آفاق باه يوصل إلى تحقيق الأهداف تاعو من في هذا المجال. الجمعية تاع الاتحاد الأوروبي صراحة عاونونا في كل المجالات، يعني في بالدراهم، بالتكوينات، بالتشجيع، حتى بالكلام، يعني لاباس، يعني الإنسان يستحمد ربي برك. يلجأ ربيع إلى تربية هذا النوع من الحلزونات لأغراض تجارية أيضا. ما ناش نخدموا به بماديات كبيرة، لأننا الغالب احنا علاه رحنا ليه، لأن ما يحتاجش ماديات كبيرة، بالبساطة هذه نقدروا نلموا نجيبوا به شوية دراهم، نتحركوا شوية، نحسنوا على الأقل المعاش تاع المعيشة الاجتماعية لينا ولغيرنا. مشروع الاتحاد الأوروبي مكن ربيع أيضا من الاستفادة من تأطير تقني سمح له بالتعرف على بعض التقنيات اللازمة لتحسين نوعية الإنتاج. انتقل ربيع من الطريقة التقليدية إلى مستوى ثان من تربية الحلزون، استخدم فيه عدة وسائل متتبعا بذلك نصائح وإرشادات وكالة التنمية المحلية لترعى بينان. يطمح ربيع اليوم إلى توسيع هذا الاستثمار الذي ساعد كثيرا على تحسين ظروفه المعيشية.